بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نلتقيكم أخواننا اليوم من داخل الحرم الجامعي ومع رئيس تحرير مجلة طباشير الأستاذ المساعد الدكتور هلال علي محمود، فأهلا وسهلا به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنلتقي نحن هيئة تحرير مجلة طباشير التي تصدر من قسم اللغة العربية في كلية الآداب في الحرم الجامعي من منطقة القصور. وهذا اللقاء هو يعني طابعه أكثر شيء يعني سياحي أكثر منه يعني بخصوص الترفيه عن مجموعة من أعضاء هيئة طباشير، وبحضور مجموعة من الأساتذة من ضمنهم الدكتور عمار إسماعيل أحمد التدريسي في قسم اللغة العربية، وأيضا بحضور المتألق الدكتور عبد الله إخلاف. وهذا اللقاء حقيقة فيه أكثر من جانب، نريد أن نحقق فيه أكثر من جانب. الجانب الأول هو يعني شيء من الإعلام لهذه المجلة الرائدة في قسم اللغة العربية التي احتضنت طاقات الشباب في مجال الكتابات الأدبية ومجال الكتابات اللغوية، التي إن شاء الله ستظهر نتائجها مستقبلا، وفي المستقبل القريب لا نقول المستقبل البعيد. طبعا من الأمور التي ينبغي أن نذكرها فيما يخص مجلة طباشير أن أحد أعضاء أو إحدى أعضاء حقيقة هذه المجلة، وهي الطالبة آية نوفل التي كانت موجودة في حادث العبارة، وقد نجت من هذا الحادث بأعجوبة، وهي اليوم بيننا، وإن شاء الله يعني سوف ترونها ربما تلقي كلمة أو تقول كلمة بهذه المناسبة، لعلنا يعني حقيقة يعني نخفف عنها الصدمة التي حدثت لها. طبعا طبيعي لأنها فقدت يعني والدتها وأختها وأخوها الطفل الصغير أيضا. كل هذا الأمر إضافة أنه هي يعني مصدومة نتيجة الحادث الذي حصل، وهي اليوم بيننا يعني الحمد لله، يعني نريد أيضا أن تعيد نشاطها من جديد، وهي كاتبة وقارئة، وقد كتبت من الطرائف أيضا أن آية قد كتبت قبل الحادث وهي تنظر إلى دجلة حقيقة يعني من الجسر العتيق، قالت سأواجه قبح الحياة، سأواجه بابتسامتي قبح الحياة. وحتى التصوير يعني الأيقونة مالها يعني تنظر إلى النهر نظرة يعني عجيبة يعني قبل الحادث. وهذا طبعا كله يعني يعطيها دافع أنه تستمر في الكتابة وتستمر في الإبداع. ويعني أيضا مجلة طباشير طبعا لم تكتفي فقط في احتضان طاقات طلبة قسم اللغة العربية في كلية الآداب، وإنما أيضا احتضنت طاقات الأقسام الأخرى في الكلية والأقسام الأخرى في الكليات الأخرى في الجامعة، وربما حتى الجامعات الأخرى مثلا جامعة القادسية وجامعة بابل، وتأتينا مشاركات مختلفة. ويعني المجلة أيضا لها موقع خاص على الإنترنت، ولها صفحة خاصة على الفيسبوك. كل هذا يعني يعطينا دافع للمزيد من النشاط والمزيد من التواصل مع الأقسام العلمية، سواء كان في جامعة الموصل أو الجامعات العراقية الأخرى. وطبعا كل هذا الذي حصل يعني من تطور ومن تقدم في مجلة طباشير هو طبعا بدعم من رئيس القسم الدكتور نوفل علي مجيد، ومن الكثير من أعضاء هيئة التدريسية في قسم اللغة العربية، ومن العميدة أيضا عميدة كلية الآداب الدكتورة أسماء، مشكورة دعم معنوي لهذه المجلة ولهذا العمل الرائد في قسم اللغة العربية. واليوم نحن في سفرة ترفيهية
لأعضاء هيئة الطباشير، وربما سيكون يعني أيضا هناك مشاركات لقسم من الطلبة. وشكرا جزيلا. نشكر الدكتور هلال على هذه الكلمة الموجزة والطويلة، ومعنا مشاركة أخرى من أحد أعضاء مجلة الطباشير وهو عضو فعال معنا أمير الخاتوني، فمرحبا به. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دأبت مجلة الطباشير منذ نشأتها على مواكبة التطورات العلمية والثقافية والاجتماعية، واستمدت قيمتها وقوتها من مواكبتها من الواقع المحسوس، وبذا كانت مجلة الطباشير سجلا أدبيا ولغويا لتدريسي قسم اللغة العربية وطلابه، ولم تقف عند هذا الحد، بل تجاوزت ذلك إلى خارج حدود قسم اللغة العربية. فاليوم بحمد الله وفضله استقبلت مجلة الطباشير عددا من المشاركات من خارج القسم ومن مختلف المحافظات من بابل وبغداد وغيرها، فنحمد الله أولا وآخرا على هذا الإنجاز العلمي والثقافي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر أمير الخاتوني على هذه الكلمة الجميلة، ومعنا مشاركة أخرى من شاعر مجلة الطباشير قاسم حسين عفان، خليه تفضل. شكرا دكتور. عندي قصيدتين راح ألقيها، واحدة عن الوطن وواحدة غزالية. عن الوطن هي مالتي، أما عن الغزال هي مشاركة عرضتها على هيئة التحرير المجلة، هي نص الشاعر كرار سالم الجنابي. قصيدتي بعنوان يبحث عن وطن، أقول فيها: كطفل جائع أركض خلف خبزة الرب، وكلما أنجح في الإمساك به يصير رمادا ويتركني أركل بطن الأرض بأخمس خيباتي. لم يعطني فرصة كي أتنفسه أو أعرف سر لعنته، نفذت شعرات العمر حتى بت أصلعا من الأمل. قال جدي: لأنه يحبك يمازحك، وقال إنه يختبر قوة ساقيك وأنت تركل بأعين بابلية الانتظار أنتظر الفرج. الآن راح ألقي قصيدة الشاعر كرار سالم الجنابي اللي يقول فيها: نسل انتظارك ها هي الواحدة قهرا بعد منتصف الغياب، إذ تعانقت عقارب الساعة على شوق ونصف حنين، تعالي لملمي بقاياي خيبة خيبة، وانتزعي من خاصرتي نصل انتظارك. أنتظرك بصبر صياد واضعا قلبي طعما لشراسة مجيئك، تعالي طازجة كالعناق سريعة كسمكة ومعمدة بندى اللهفة.